أولا كل الشكر والتقدير لقائد المقاومة الوطنية العميد الركن طارق محمد صالح على اهتمامه بالقطاع الصحي والدعم إلا محدود وبكل صمت. كذلك الشكر للإمارات العربية المتحدة لدعمها جميع المجالات. مستشفى 2 ديسمبر يعتبر مستشفى محوري حيث سيخدم 6 مديريات من أبناء الساحل الغربي من مدنيين وكذلك قوات مشتركة. المستشفى سيحوي على كمرحلة أولى على تخصصات جراحة المخ والأعصاب والجراحة الأوعية الدموية كذلك الباطنة بالإضافة إلى جراحة العظام والجراحة العامة والمناظير. كذلك سيتم إدخال أخصائيين في الطوارئ والعناية المركزة، حيث سيعتبر مستشفى 2 ديسمبر رافدا حقيقيا في الساحل الغربي لتخفيف عناء المواطنين للسفر إلى المحافظات الأخرى بالإضافة إلى التكاليف المالية. وكذلك الأهم والمهم إنه في التعامل مع الحالات الطارئة بأسرع وقت بحيث لا يتم نقلها إلى أي محافظة فتحدث المضاعفات. حاليا تم استقبال ملفات المتقدمين وكذلك سيتم إن شاء الله الفرز، حيث تم استقبال 3950 ملف، وبعد ذلك سيتم تشكيل لجان طبية ذو كفاءات عالية لامتحان المتقدمين حسب المعايير وبكل شفافية. طبعا صمم المستشفى تكون من 4 أدوار بحيث تم تنفيذ دورين طبيين. المستشفى مسطحه حوالي 1600 متر مربع. تم تجهيز المستشفى في زمن قياسي لمدة 6 أشهر. عملت الشركة شركة عدن جاهدة الليل والنهار لتنفيذ المشروع في زمن قياسي بحسب توجيهات